السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الناس اللي بتدور على تحويل سعة المكثف من الكيلو فار إلى المايكرو فاراد، في الفيديو ده إن شاء الله جايب لكم أسهل معادلة لتحويل سعة المكثف من الكيلو فار إلى المايكرو فاراد، وكمان هدي مثال عملي بالأرقام علشان نتأكد إن التحويل من الكيلو فار للمايكرو فاراد صحيح من المعادلة ديت ولا لأ. بس في البداية محتاج فعلا منك الدعم ان انت تتفرج على الفيديو ده للنهاية، ولو انت اول مرة تتفرج عليه في القناة اضغط على زر الاشتراك اسفل الفيديو ده، واضغط على زر الجرس تفتح لك قائمة، اضغط على الكل علشان توصلك كل الفيديوهات من القناة، وكمان ياريت تدعمنا باللايك علشان الفيديو ده يوصل لناس كتيرة، وكمان لو ليك اي تعليق او اي سؤال حطه في التعليقات، وشارك الفيديو علشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس. زي ما واضح قدامنا كده يا جماعة، ديت معادلة تحويل سعة المكثف من الكيلو فار إلى المايكرو فاراد. سعة المكثف بتساوي زي ما انتم شايفين الرقم الكبير قوي ده اللي هو 31,84,713 أو 3,184,713 مضروب في قيمة المكثف بالكيلو فار يا جماعة، زي ما واضح قدامكم مقسوم على الفولت تربيع، الفولت اللي متسجل على المكثف تربيع، والنتيجة تطلع في النهاية بالمايكرو فاراد. وزي ما قلت لكم انا جايب مثال عملي على مكثف بحيث نتاكد ان المعادله ديت سليمه ولا لا. هنبص على المكثف اللي قدامنا ده يا جماعه ونخلي بالنا من العلامتين الحمر. اول حاجه سعه المكثف لو جينا من الشمال كده على اول علامه من فوق هتلاقي ان سعه المكثف 20 كيلو فار والجهد 415 فولت والهرتز او التردد 50 هرتز. ونفس المكثف ده الساعة بتاعته لو بصيت في السطر اللي تحت العلامة الحمراء اللي فوق هتلاقيه 23.5 كيلو فار عند 450 فولت وتردد 50 هرتز. ولو جينا بقى نبص للعلامة اللي تحت يا جماعة هتلاقي من الشمال كده علامة الدلتا مرسومة، ده مكثف متوصل دلتا 3 فاز والقيمة بتاعته 3 في 123 مايكرو فاراد، يعني كل فازة من الثلاث فازات 123 مايكرو فاراد. ولو جينا نضرب الثلاثة في 123 هتطلع 369 مايكرو فاراد، ودي القيمة الكلية لسعة المكثف. احنا بقى هنستخدم المعادلة اللي انا ذكرتها في البداية علشان اجيب السعة الكلية، وبعد كده هنقسم على التلاتة هيطلع لنا القيمة اللي هي 123 مايكرو فاراد لكل فاز. تعالوا نطبق القانون على قيمة المكثف اللي هو 20 كيلو فار عند جهد 415 فولت وعند تردد 50 هرتز. تعالوا نطبق القانون ونشوف القيمة هتطلع كام. هنعوض في القانون اللي قدامنا، هنضرب اللي هو 31,84,713 في 20 كيلو فار وهنقسم على 415 مضروبة في 415 كمان عشان الفولت ده تربيع، هيطلع لنا قيمة المكثف يا جماعة 369 مايكرو فاراد. لو حضرتك قسمت السعة ديت على 3 هتطلع سعة المكثف لكل فازة اللي هي 123 مايكرو فاراد، وده أسهل قانون ممكن تستخدمه لتحويل سعة المكثف من الكيلو فار إلى المايكرو فاراد بكل سهولة.